بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إعلان عن مشروع جديد، والهدف من المشروع هو بداية التغير في الإنترنت في بداية هذا العام، حتى في شهر 4 في هذا يعني قبل أقل من شهر، انطلق مشروع سوف يغير مفهوم الإنترنت وهو الذكاء الصناعي، متاح طبعا. أنا ما بدي أتكلم عنه لأنه حيعرف الناس كله الآن دخل فيه، تقريبا تابعوا أكثر من 100 مليون شخص دخل في الذكاء الصناعي. بهذه المناسبة سوف نبدأ بإذن الله في كتابة كتاب بعنوان آيدياك، وسوف يكون لنا إن شاء الله من السبت إلى الأربعاء بث مباشر أو إلى الثلاثاء على اليوتيوب، طبعا في اليوتيوب كل بث في صفحة أمام المشاهد. طبعا الكتاب حيكون باللغة الإنجليزية، والسبب لأن الإنترنت الجديد زي الإنترنت القديم، أول ما يبدأ بالإنجليزي. طبعا عشان يصير بالعربي ما يسمى يوزر فريندلي، يعني انت الان كل اللي موجودين بالعربي موجود الانترنت الجديد بالعربي، بس كله اشخاص يعني يستضيف يعني يترجم ويشتغل وكذا. طبعا مو مجاني بالضبط زي ما بدأ الإنترنت، يعني إذا نفتكر نحن برنامج مكتوب للإيميلات اللي اشتراه ياهو أعتقد تقريبا، وحتى سوق دوت كوم البرامج اللي تبدأ بدري لما يتم شراءها تصير يعني بالعربي. طبعا نحن او الجي بي تي الذكاء الصناعي مع مايكروسوفت وياهو ومول من ألين ماسك، طبعا هو مهدد للجوجل، يعني الجوجل حيصير دقة قديمة لأن الآن كل البحث في الجوجل وفي اليوتيوب، حيصير انت ما تبحث في اليوتيوب ولا في تبحث في البراوزر اللي هو ايدج او بينج. طبعا يفرق عن جوجل
في انه ذكاء صناعي، يعني بمعنى انت تقدر في ظرف ساعة تصمم تصميم ابليكيشن. اذا انت جاهز بالفكرة وكذا، اي احد جاهز بالفكرة تقدر تسوي بحث اللي هو بحث حتى لرسالة دكتوراه. فأشياء كثيرة جدا، يعني تقدر تسوي ألعاب games، يعني أشياء ما نتخيلها. تقدر تسوي كمان اختراعات، يعني تخترع حاجة وتصممها، التصميم يكون جاهز بس ترسله للمصنع يتسوي. يعني اختراعك مش لازم تسجله، تسوي الاختراع وكذا وتتواصل مع المصنع، سواء المصنع محلي او غير محلي، وتبدأ تصنع البروتوتايب. فهو يسوي لك حتى التصميم، تصمم حاجة متحركة، حاجة كرسي، تصمم أي شيء، يعني مساعد قوي جدا، ويغير مفهوم الإنترنت. لذلك في تسابق الآن، يعني كتاب أيديك هذا، حتى التعليم حيصير عن طريق النت، يعني حاجة جديدة. فهذا إعلان، فبالعربي حيكون مجرد إعلانات، يعني إيش الجديد في الكتاب. طبعا نحن نطمح أن الكتاب إن شاء الله بعد شهرين ينزل في السوق، طبعا هو باللغة الإنجليزية. ممكن التواصل مع فريق العمل اللي سميناهم شيكو فايف، واللي حيكونوا في بث مباشر لمناقشة الكتاب وحوار بين الفكرة نفسها، يعني نفس الكتاب يتكلم، وبين مقدم الحوار وبين المؤلف. وكمان حيحضر معانا من يتكلم يقول النص بالعربي، يعني الكتاب حيكون نص بالعربي، طبعا مش ترجمة، اللي موجود يترجم النص يكون معانا موجود، مثلا يقدر يتابع معانا، واحتمال انه احد دائم اللي هو يقرأ المحتوى. طبعا في الأول نساعد، بس في الأخير يصير مستقل، يعني يشتغل 4 ساعات في الأسبوع، بعدين ممكن يشتغل 8 ساعات في الأسبوع عشان يلحق. طبعا إيش الفرق بين الجي بي تي وبين الأيديك الآن حاليا؟ لأنه ما حيطلع مشابه بالعربي اللي هو لحظي، يعني تدخل في أي لحظة وتطلب الخدمة، فما حيكون لحظي، حيكون مثلا تطلب الخدمة وبعد أسبوع تقدم الخدمة، اللي هي الاختراع والأشياء أي حاجة والبحث وكذا. حتى تقدر تطلبه باللغة العربية ونجلس أسبوع مع بعض نترجمه ونبدأ نكمل الخدمة المطلوبة. طبعا في تكلفة لكن تعتبر زهيدة، يعني مثلا واحد يطلع بحث لو راح لأحد يساعده، يعني هنا ممكن يكون
هناك يطلب 200 دولار، هنا ممكن يطلب حاجة بسيطة ممكن 20 دولار. طبعا في حلول مهمة جدا للي بيعانوا من الإفلاس، خاصة بعد الكورونا كثير من البزنس خرج من السوق ومش عارف يرجع، يعني سنة كانت كافية. تأثر بزنس كثير منهم، مثلا البيت الآن بعد الكورونا كان يتميز بسرعة الخدمة، الآن بعد الكورونا صار طبعا موجود عليه زحمة بس في صار تأخير، وهذا يخلي الإنسان طبعا ضربت مثال بس، كثير مطاعم حتى يدخل فيها ماكدونالد كل شيء. هذا الفرع اللي كان سريع. أما البيك كان يتميز بالسرعة، يعني تجي أنت رقم 80 في أقل من ربع ساعة، وفي ربع ساعة 17 دقيقة تكون. الآن صار صعب. طبعا في استثمارات استثمرت في البيزنس على أساس إنه سواء مطاعم أو أي خدمات يعني أو فنادق أو كذا على أساس يتميز، بس بعد الكورونا صارت مشكلة. طبعا يفقد الناس اللي هم عدوا ودربوا وكانت رواتبهم كويسة وكذا، ففقدوا الوظائف، ما كانت المحلات مقفلة. المهم ويدخل فيها الصيدليات ويدخل فيها كل حاجة، حتى الميني ماركت وكذا، حتى الجملة. فهذه الأسباب اللي خلتنا نحن نبادر، لأنه ما نعتقد أنه يكتمل الموديل حق الذكاء الصناعي والجي بي تي باللغة العربية ولا بعد 5 سنين. يعني ينجح أحد ويتم شراء مشروعه، زي لما نجح سوق.com. طبعا الشراء هنا يعني سوق.com يمكن ب100 مليون دولار أو أكثر، الله أعلم. فكانت التنافس الشيء هذا من عام 2000، فنحن بندخل السوق بس بطريقتنا، ما هي بطريقة إنه طبعا نحن ما عندنا برضو حكاية المتابعين. شكرا، نتابع معاكم في تسجيلاتكم. حتى طبعا المشاكل الاقتصادية للدول، مشكلة التضخم وكذا كله، يعني ممكن حتى واحد يكون مثلا في صندوق سيادي أو كذا يقدر يستفيد من الـ AI، وهو السر إنه الإنسان الـ AI يستفيد منه الآن بس باللغة الإنجليزية، يستفيد منه على طول، يعني يرتقي وينقذ مشروع، أو مثلا في مشروع سيادي ينجح. حتى حيسرع إنه اللي بده يحضر دكتوراه ممكن يحضرها في 2 سنين بدل 4 سنين، دكتوراه بحث يعني بحثية. إن شاء الله نتابع معاكم 4 فيديوهات في الأسبوع كإعلان. شكراً.